النهاردة موائد الملوك الثلاثة نبتدي أولا بالملك شاول وده أول ملك نصب على إسرائيل وقصة تنصيبه معروفة ان هو طلب من الشعب بإصرار وبإلحاح بحيث الرب استجاب للشعب لم يستطع أن ينظر الشعب لكي يلغوا فكرهم ما قدرش ربنا يلغي فكر الشعب يعني الشعب أصر الشعب أصر الرب وافق على كده ممكن هذا يحدث أحيانا مع شعب الله لكن بيحدث أكثر مع الأفراد في الشعب القديم لأن الإصرار بتاع الشعب ده بيضر كل الشعب بيحاول الرب كذا طريقة أن يمنع احيانا يوافق احيانا ما وافق في المره دي انه يجيب لهم ملك وخربت الامه وافق بعد كده مع مالك برضه اللي هو حزقية انه يمد له مده عمره وخربت برضه البلد خربة اسرائيل وده انذار انك ما تحاولش تضغط على ربنا غير رايه لان افكار الله تجاهك طبعا الكلام ده لكل البشر بس خصوصا المؤمنين حتى الخاطئ الكلام ده ليك افكار لا تجاهك افكار سلام صدقني سلام ربنا انا ما عايز يبكتك لخيرك ربنا انا ما عايز يضربك لخيرك لانك انت خليقه الله ربنا صنعك جبلك تعب فيك الرب يحبك أحبني وأنا خاطئ لترنيمة تعبر عن محبة الله إذ ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا مات ليه أحب العالم أحبني أنا وأنا الخاطئ وجاء إلي ما تحاولش تلوي ذراع ربنا ما تحاولش تجبره نعمل حاجة ما تحاولش تعند معاه اسمع لصوت الرب استريح تعيش في أمان تعيش في راحة الملك الأول جيب الضغط بالعافية بناء على طلب الشعب ورفض الشعب انذارات الله المتتاليه منها الانذار الكبير اللي قال صميل قوله لهم يعني لكن في الاخر رفضوا 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 الرب قال لصميل امسح لهم ملك ومسح لهم شاول ابن قيس الملك على اسرائيل أربعين سنه وانتهت مملكته ب سبي شعب إسرائيل خالص الملك شاول ما كانش قلبه مع الله وإن كان الرب ساعده وقواه والخلافات بين شاول وبين الله كل شوية كانت بتزيد ربنا قلبه طيب لدرجة أنه مرة لقى شاول مرة واتنين شوية كده كم مرة بعد كده لا حلو طبعا عجيب قوي ربنا يعني يقول الكلام ده انا بالنسبه لي الكلام عجيب جدا لا معنى له الا ان ربنا قلبه طيب بشكل رهيب قوي سامحوني هكلم كده كان ربنا بيكلم نفسه قلت طب ما انا واحد مش لا يتبعني هو حلو اهو طب وايه اللي يمنع يكون ممكن واحد ما يتبعنيش يبقى حلو خلاص خليه خليه بالك على اسرائيل الى الابد ايه, لأبد؟ إيه ده, ده ده غير قرارك الاولاني اه انا انا قراري الاولاني بناء على يعني آه كلية معرفتي لكن انا اكتشف ان كلية معرفتي دي لسه لسه دلوقتي شايفها ان في واحد قال انا اقدر اغلبك واحد غلبني طلع كويس نفع في موضوع هي بيش جلعاد حاجه قوي خلاص صامويل ايه رايك نخلي الراجل ده لابد طبعا شاول ما كدبش خبر وراح ايه مقدم المحرقه في الحرب اللي بعد كده وما كدبش خبر وراح ما حرمش عمل قال ايه ده؟, ده؟ كان الرب قد ثبت مملكتك للابد ده قرار حصل الهي قرار الهي من الله صمويل. شوف قلب ربنا حلو ازاي؟ قلب ربنا عجيب يا اخي عجيب ايه السماح ده؟ ايه اللطف ده؟ ايه التواضع ده؟ انت عارف ان قلب آه طب ايوه انا عارف قلبه وحش لكن واحد طلع قلبه وحش شغال كويس ونافع خليه ايه خساره خليه ما فيش حاجة يعرفها ربنا اللي لازم تتم وهذا يعلمه الله طبعا لكن بيكشف لنا قلبه إن في فترة من الفترات أنا قلت خلي شاول بعديها لخبط قلت ما ينفعش شاول ما ينفع شاول فشاول ملك مرفوض وكمان من طيبة قلب ربنا والفطير اللي ربنا طبعا ربنا فطير خالص ربنا عنده خبير ربنا يخاف من حد عشان يعني يخمر يخمر ايه؟ يخمرها ليه؟ ما بيخافش من حد يقول لكل بصراحه بصراحه لكل حد قال له قول يا صمويل ان انا خلاص عينت غيره ارح راح صمويل بخي خاله الرب قد اختار رجلا حسب قلبه وامره ان يتراس ايديه تشيل مملكتي ايوه الرب امر بكده خلاص كل ده يتمم خطه الله في حياه شاول تمت خطه الله في حياه شاول انه دخل واحد جبار بأس اسمه جليات الجتي مع الفلسطينيين للحرب والجيش الاسرائيلي كله هرب وربنا أدى الفلسطينيين عشان يطلع داود عشان يظهر داود ويخزي شاول ظهر الراجل ده شاول وجيشه هربوا سابوا معركه وهربوا أربعين يوم يهرب 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 ليها شهر يمكن شهرين ثلاثه ما اعرفش قد ايه كان ماسح داوود حته دا عيل صغير كده اشقر عينين وحلو عمره 15 سنه اللي عنده 15 سنه يعرف داوود شكله كان, وك... كان في سنك كده يمكن بعديها بكم شهر بعديها بسنه ما اعرفش بالظبط امتى المواعيد وراح رايح يس على اخواته في الجيش ولقى الراجل ده طالع يعير يعير مين؟ يعير يسه طبعا حاجه صعبه لكن يعني يسه بني ادم برضه يعاير شاول بقى حاجه اصعب بس برضه شاول بني ادم بيعاير مين؟ بيعاير الله ده مجنون ايه ده؟ ايه المجنون ده؟ عشان طويل وعريض بتعاير اله اسرائيل اللي شق البحر قدامهم اللي اهلك مصر وطلعهم انت مين؟ بهذا الايمان تقدم داوود كما نعلم جميعا سقط جيلان مات بسيفه هو قطع راسه بسيفه حاجه قصه لم تتكرر في تاريخ الوجود كله احنا مش موضوعنا قصه شاول بس احنا بنحكي عشان نفهم ايه الوليمه اللي هنروحها النهارده احنا عندنا دعوه ناكل عند شاول النهارده تعال نشوف ايه الوليمه بتاعت عمنا ايه عمنا شاول ناخد كده كلمه اثنين ثلاثه على الوليمه دي اولا يقول وكان الشهر فجلس الملك على الطعام ليأكل الوليمة اللي مذكورة في الكتاب المقدس عن شاول دي نقدر نسميها وليمة عمل الوليمة دي ما نعرفش تفاصيل كتير عنها لكن نقدر نخمش شوية حاجات بتستمر ثلاثة أيام ورا بعض أول يوم في الشهر الثاني يوم في الشهر الثالث يوم في الشهر بس دي بتاعة العمل وليمة العمل دي مش وليمة شاول في بيته مع أسرته دي ما نسمعش أنا ما أعرفش كان بيقعد مع مين شاول شاول كان بيجلس مع القادة الحربيين بتوعه هي وليمة عمل حربي فجلس الملك على الطعام ليأكل مفروض فيها أكل لكن هي فيها شغل فيها سياسة فيها حرب الوليمة دي يقول كده الكتاب فجلس الملك في موضعه حسب كل مره على مجلس عند الحائط المقصود بهذه المائده الغرض الاساسي منها في هذا اليوم كان قتل داوود عرفنا كده من فين واضح جدا طبعا اي احد من حضراتكم ارى الأصح ده في اي يوم من الايام عرف ان ده الغرض قتل داوود لانه لما عرف داوود مش هيجي ومش جاي بكره في اليوم الثاني سال عليه ما فاضي اليوم في المائده وتخلص اليوم الأول والتاني والثالث الأول فوت قال لك ده بس عنده عارض هو غير طاهر ما جاش النهارده، جاي بكرة، بكرة ما جاش سأل عليه، هو فين ابن يس بس عليه كده بمكر وده، أين ابن ياسه ماله ما جاش النهارده؟ كأنه وحشه. فيوناثان قال له ده قال لي أنا عندي تقدمة وعشيرتي وبتقدم تقدمة وذبيحة راح لعن وبهد ابنه اللي هو اسمه اللي هو يوناثان يا ابن المتعوجة يا ابن اللي ايه تاني متعوجة وايه تاني؟ متمردة ايه ده؟ ايه ده؟ عورة أمك ايه ده؟ ايه ده؟ ليه؟ لأن الغرض من الوليمة ما تمش، فين داوود؟ أنا عايز أقتله، ده لازم يموت، ده ابن الموت هو. الوليمة معمولة لقتل داوود. ده دا مسكين اللي بياكل وليمة زي دي. يا حبيبي هذه المائدة مائدة الملك شاول إنما تشير إلى موائد كثيرة ربما بقصد أو بغير قصد لأنفسنا نفسنا يا بنعزب الناس ليه يرحم بنروح ليها المولائم المقصود بها عمل الشر بآخر الاجتماعات اللي مقصود بها إيذاء الآخرين أو أساسا إيذاء قلب الله إيذاء مشاعر الله النميمه الكذب اظهار الذات ادانه الاخرين اطلاق الاسهم لقلب الاخرين الغضب الباطل من يغضب على اخيه باطلا فهو قاتل نفس كل امر لاضرار شعب الله خليقة الله وخاصة المؤمنين دي ولائم قتل ولائم قتل مهما بدا فيها من ظرف من ذوق من اخلاق من اطعمه لكنها ولائم دماء المقصود بها سفك دماء الاخرين دي وليمه شاول كم من ولائم تصنع هكذا في بيوت ربما معلقة ايات لانها مؤمنة او مسيحية مش مؤمنة ومع ذلك في داخل هذا البيت من داخل القلب تصدر الافكار الشريرة والامور الدنسة والنجسة والقتل والزنا والفجور من داخل قلوب البشر مش لازم ولائم واكل يمكن جلسة هادئة كده فيها فنجان قهوه، فيها فنجان شاي، ما فيهاش لا قهوه ولا شاي. لكن فيها شتايم وطعن وإدانة للبشر. والرب يرى كل هذا ويدين. وقد دين شاول. قد دين شاول. ومات شاول. دي المائدة الأولى. النتيجة اللي ناخدها منها الدرس اللي ناخده منه أخوي أختي. الله يرضى عليك وعلى لا تخرج كلمة قبيحة من فمك. اوعى تقول كلمة رديعة عن إنسان. اوعى تدينه انصحه، كلمه، قل له. قدم له بحب رسالة الله اللي على فمك ليه. لكن اوعى تدين لئلا تدان، اوعى تقضي على أحد فيقضى عليك، دي في آية آيات قالها المسيح. لا تخرج كلمة قبيحة من أفواهكم ما تتكلم على البشر ما تتكلمش عليهم لأن الله يسمع والله يدين الوليمة الثانية وهي الحقيقة ألذ وليمة من الثلاثة أنا شخصيا أتمنى يكون عندي دعوة أروح الوليمة دي وليمة جميلة أوي أوي الوليمة دي زي ما شفناها في صموئيل الثاني أصحاح تسعة هل دي وليمة عمل؟ الإجابة إيه؟ لا جبناها من فين إنها مش وليمة عمل؟ جبناها من الكلام بتاع داود نفسه فعدد عدد كام؟ في عدد 11 ماذا قال داود؟ قال صيبة للملك حسب كل ما يامر به سيدي الملك عبده كذلك يصنع عبدك ده كلام صيبه بعدين داود كمل الايه قال ايه داود بقى فياكل ما في بوشث على مائدتي كواحد من ايه يبقى مين اللي على المائده دا بتاعت داود ولاده أي مائده عاديه طبيعيه عشان كده قال ياكل دائما لان كل يوم مش ثلاث ايام في الشهر زي شاو كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم مين الموجود على المائده دي ولاد داوود كان عنده كام وقت دلوقتي قاعد مع المائده ست ومين دلوقتي ضاف ليهم ما في بوشس ما في بوشس طب داوود قاعد مع السبع ولاد دول على هذه المائده متهيألي إن داوود كان مركز في اثنين، ده برضو تخيل من عندنا. مركز شوية في أمنون لأنه البكري. وبكري ده خاص أوي عند الملك لأنه ولي العهد. مركز في البكري. ومركز في ما في بوشس، اشمعنى مركز في بوشس؟ لأنه بالنسبة لداوود ده ابن ذكريات. في بوشس ده ابن يوناثان يوناثان ده بالنسبة لداود شخص يعني مش بس غير عادي ده غير عادي إطلاقا حاجة رهيبة جدا وبعدين يبص الأمنون داود كده يقول له وانت يا واد هتطلع زي يوناثان ما انت ولي العهد زي يوناثان ما كان ولي عهد شاول أنا حموت يا ابني انت هتطلع زي يوناثان هتطلع عدل كده حتطلع مؤمن طب يونسان كان ابوه خاطي وهو مؤمن طب انت ابوك مؤمن حتطلع مؤمن كده واقوى من ابوك عشان تعرف تقود المملكه يا خساره خابت خابت يا يا في في امنون لانك لما امتحنت تسقط انت السبب طبعا ما عرفهاش دود الحكايه دي ما عرفهاش لكن هو قاعد على المائدة دي يبص اللي في بوشس يقول يا سلام على ابوك وعليك يا سلام على ابوك وعليك ويبص اللي امنين يقول له يا ريت تطلع زي اللي في بالي يا ريت تطلع زي نسان ولي العهد لما كان شاور الملك يا احبائي دعوني اقول لكم بركه خاصه قيلت في المزامير لبيت كل واحد صديق امرأتك كرمة مثمرة مزمور 128 وأولادك حولك غصون الزيتون أرجو أن كل واحد فينا يطلب هذا من بيته يطلب هذا لبيته يطلب هذا من الرب لبيته يا رب احنا بنجتمع في البيت أنا واللي صوني معايا حسب البيت زوجة وأولاد زوجه فقط اولاد فقط حسب البيت اصدقاء اخوه حسب البيت يا رب اجعلنا مثمرين واغصان زيتون مثمرين هو الثمر الروحي اللي بيخرج من حياتنا اغصان الزيتون اي صانعي سلام صانعي سلام مقدمين رساله المسيح مقدمين خلاص المسيح أهدي البيوت الحلوة أهدي البيوت الحلوة يا رب ارحمنا وأعطنا هذه الحياة هذه البيوت وكما نرجو هذا لبيوتنا نرجو هذا أيضا لكنائسنا طبعا احنا كنائس متفرقة لكننا كلنا جسد واحد مدينة الدنيا بطوائف متعددة كل الطوائف عبارة عن كنائس لكننا كلنا لك جسد واحد يا رب نريد لجسدك أن يكون مثمرا صانع سلام في كل كنيسة محلية وفي كل العالم نطلب هذا الرب يشبع بالطلبة دي يشبع بيها أوصوني أو من جهة عمل يدي أوصوني نختم بقى بإيه بالوليمة اللي مليانة أكل مليانة أكل لكن لا تصور واحد في مستوانا الاجتماعي يعني حضر وليمة كان فيها كام طور مذبوح عشرة ثيران مسمنة وعشرين ثورا من المراعي إيه الفرق بين دي وبين دي أصل بيفرق في طعم اللحمة الطور المسمن طب يبقى لحمته كتير قوي كتير قوي بس ناشفة شوية لأنه يبقى يعني عجز عشر سيران من المراعي ده لسه بيرعى في البداية كده ده بقى إيه لحمته قليلة بس إيه طعمها رخو كده ولا مش عارف إيه حاجة كده طرية كده يعني كم طور على المائدة دي تلاتين طور تلاتين طور عشر سيران من نوع وعشرين من المراعي تلاتين طور كم خروف في المائدة دي ها مية مية كم حاجات ما تتعدش م? الايائل الظباء طب ايه المقصود بالمائده دي ايه المقصود بيها المقصود بيها اظهار الغنى الشديد اظهار الغنى الشديد هو كان غني جدا كان غني جدا طب ليه اظهار الغنى الشديد امال يعني انا بقيت غني عشان اخبيه ما انا غني انا غني جدا لقيت نفسي اغتنيت جدا لم يحدث في العالم مره من المرات ان واحد ملك من الملوك كانت الفضه كالحجاره عنده يعني ايه الفضه كالحجاره يعني مرميه في الارض مرميه في الارض في كل حته فضه كل حته فضه ما حصلش قبل كده الذهب ليه ثمن تروح تشتريه فضه ما لهاش ثمن زي الحجاره في الشارع ده اللي حصل يا سليمان لازم اظهر كده لازم اظهر كده راحت زينة الواحدة ملكه مشهوره جدا اسمها ملكه سبا ولما شافت ميدته ملابس خدامه مجلسه الكرسي اللي قاعد عليه فاكرين وصف الكتاب ليه؟ لم تبقى فيها روح بعد كان يغم عليها خلاص ايه ده؟ هو ده المطلوب من الملوك ده المطلوب تأسفين يا سليمان انت فقدت الرؤيا فقدت الرؤيا الرب اعطاك هذا الغنى الكثير وقال لك انا حديك الغنى لما انت طلبت الحكمه قال لك حديك الغنى برضه والله امين واداك الغنى لم يكن الغنى لاظهاره على مائدتك لاتلاف اللي في المائده يمكن مش ممكن يكون اتاكل اكثر من خروف خروفين ايه؟ طور طب الباقي ده راح فين؟ ترمي عمل المقصود منه ايه المطلوب منه؟ المطلوب منه ايه؟ ها الناس يدخلوا كده ها خلاص واو ده المقصود طب ايه معنى واو وهاو الكلام ده ملوش معنى ملوش معنى يا سليمان الغنى الذي اعطي لك لكي تكرسه لعمل الله لكي تعمل كل ما يريده الله منك انت ورثت مملكه بلا حروب لان داود حارب كل ده سيطر على كل ده ويقول الكتاب انا كان مسيطر على ده وعلى ده وعلى ده, وعلى ده. الآن لنشر رسالة يهوى لنشر رسالة كلمة الله الأموال دي لخدمة الرب مش ليا شوف سليمان عامل ايه شوف سليمان عامل ايه شوف سليمان لابس ايه شوف سليمان سليمان قاعد على كرسي ازاي شوف سليمان مش لكده خالص لانك انت تراب والى تراب تعود والتراب ده لا مجد له لكن هذه الاموال تصرف لمجد الله ماذا فعل سليمان لمجد الله للأسف أقول لكم لا شيء يذكر ماذا فعل لمجد نفسه كل شيء كل شيء فراديس جنات ستات عبيد مغنين مغنيات كل ذا المجد كل ذا المجد ماذا فعلت لمجد الله لا شيء لا شيء مع ان ربنا اداله ثلاث كتب في العهد القديم بالإضافة للمزامير لكن لم يهتم سليمان بمجد الله طب وهل في ناس اهتموا من ملوك إسرائيل بمجد الله نعم نعم حزقية اهتم يوشي اهتم داود طبعا اهتم اهتموا بمجد الله في ذلك العصر هو سليمان بين داود وبين الناس دول ما كانش عنده بغنى سليمان لكن اهتموا بمجد الله اهتموا بمجد الله كانوا يطهرون اورشليم كانوا يقدسون اورشليم عملت يا سليمان انت لمجد الله انا سليمان انا سليمان انا اللي ربنا اختارني من كل اخواتي عشان املك انا اللي ربنا سماني يديدية انا محبوب الرب انا اللي ربنا موت اربعه من اخواتي وانا اللي موجود أنا أنا مصيبة مصيبة التركيز في أنا دي ده اللي ركز فيه سليمان ومن أهم تركيزاته المائدة اليومية لليوم الواحد الكلام ده لليوم الواحد مش الشهر ده لليوم الواحد 30 تور بأصنافهم 100 خروف الدرس المهم جدا اللي نطلع بيه من مائدة سليمان أنت شغال لمجد مين؟ يا اخ يا فلان سليمان مؤمن يا اخ يا فلان يا مؤمن شغال لمين من الهك أنا اله الرب ده ابن الرب سليمان كان ابن الرب لكن كان اله اللذات والملذات والاكل والشرب والنوم والكرسي والتجاره والطويس إيه, ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده مات سليمان تحت الغضب لكن ربنا ما نزعش رحمه عنه حليه في السماء هناك لكن غضب ربنا عليه وسلموا لشهواته ونزواته وسجد للآلهة بتوع زوجاته وأغضب الرب نهاية صعبة جدا نهاية صعبة ما وصلتش نهاية شاول شاول في الجحيم سليمان هنشوف في السماء بس في مركز متضع جدا في السماء لكن داود في السماء له مركز رهيب له مركز رهيب مع انه غلط غلط ما غلطوش لا شاب ولا سليمان لكن مركز رهيب لان قلبه يتوافق مع قلب الله لدرجه ان كرسي المسيح في الملك الالفي يعطيه الرب كرسي داوود ابيه ايه ده حبيبي خليك مع ربنا اختي الغاليه خليك مع ربنا كلي مع ربنا اشبع بربنا عيشي مع ربنا خلي ذكريات الماضي الحلوة مع الله تقودك وتقودني وتقودك إلى انتظار الرب انتظار الرب ليتمجد الرب في حياتك وحياة ناسك وأهلك وعيلتك وكنيستك واهتماماتك اطلبوا أولا ملكوت الله بره كل اليحامير والطاويس كله ده هيجيلك بعدين لو ربنا عايزه ربنا مش عايزه ما يجيبوش اطلب اولا ملكوت الله بره وهذه كلها تزاد لكم والالهنا كل المجد الابد